مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد وآخر الأخبار الرياضية المحلية. خلينا نقول ونركز على القارية مع الاتفاق في كأس الاتحاد الآسيوي. أذكركم في بداية الحلقة بأرقام التواصل، حبي يتواصل معنا في برنامج غرفة 11 على موبايلي 630-590، موبايلي 630-590 زين 73-22-22 STC 8-3-4-8. السويح مدرب الاتفاق يبعد اللاعبين عن الكرة لمدة يوم ويبدأ تحضيراته لدور 16 يوم الجمعة. حيث وصلت إلى الدمام مساء اليوم عند الساعة 8:15 بعثة فريق الاتفاق قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن أدى اللاعبين اللقاء الأخير في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي أيام أمام مستضيفهم فريق العهد اللبناني، وهي مباراة التي أنهى الاتفاق لصالحها بثلاث أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض. ومنح المدرب عمار السويح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعيدا عن الكرة بعد عناء السفر في رحلة العودة إلى الدمام، ورح يعود اللاعبين للتدريبات اعتبارا من يوم بعد غد الجمعة لبداية فترة الإعداد الفعلية لمباراة دور 16 القادمة. نقول بالتوفيق إن شاء الله، وطبعا الطموح بالنسبة لنا تحقيق البطولة. في هذه اللحظات ينضم لي الإعلامي الرائع واللي نفتخر فيه بصراحة، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الحياة، الأستاذ مصور الجبرتي. حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك. كيف حالك؟ والله بخير ونعم. أخيرا لقيناك. والله بالعكس، أنا أتشرف بالظهور في إذاعتكم الكريمة الجميلة ومع المذيع مثلك، مذيع جميل ومتألق وثري. لكن تعرف احنا مشكلتنا في الصحافة انه هذه الفترة هي الفترة اللي الحرجة اللي تكون فيها اللحظات الأخيرة لتقفيل الصفحات، بالتالي هذا يمكن يحرم اني اظهر معكم في الايام الماضية. لكن اعتبر اليوم ما في مباريات والاوضاع اهدى شوي يعني، فكانت فرصة يعني جيدة ان احنا نكون معكم. الله يعطيك العافية ابو فيصل، وشهادة نعتز فيها ابو فيصل. مباراة، او خلينا نتكلم عن مشاركة الاتفاق، يعني يمكن هذا شيء جديد على كرتنا السعودية أن يكون في نادي مشارك في بطولة تصنيف ثاني كأس الاتحاد الآسيوي. لكن خلينا نكون صريحين مع أنفسنا أبو فيصل، أن لو الاتفاق شارك في دوري أبطال آسيا ما كان راح يكون له ذاك الحظوظ في تحقيق البطولة، لكن هي فرصة مناسبة مثلا أن احنا نرجع للبطولات الآسيوية من بوابة الاتفاق. والله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني طبعا لا يمكن مقارنة كأس الاتحاد الآسيوي بدوري أبطال آسيا مطلقا، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية من ناحية الفائدة المشاركة. ولكن أعتقد أن الكرة السعودية محتاجة كثير لنواحي معنوية بطولات خلال المرحلة الحالية أكثر من حاجتها يعني بشيء آخر، وعسى أن يكون الاتفاق بوابة العودة يعني مجددا. لا تنسى أنه يعني بوابة عودتنا أو بوابة دخولنا إلى عالم الإنجازات الآسيوية أصلا كان على يد المدرب خليل الزياني في 84 في كأس آسيا. صحيح. بالتالي نتمنى أن تكون يعني عودتنا من جديد لقمة الهرم الآسيوية عبر الاتفاق إن شاء الله. نقول طيب أبو فيصل، الأستاذ منصور الجبرتي، خلينا نتكلم من الاتفاق للكاس الملك للأبطال. أنا كان في عندي برنامج الجولة اليوم وباخذ رأيك في السؤال، كنت طرحت سؤال أن الأهلي الموسم الماضي كان ترتيبه في دوري زين متأخر ومتدني في الترتيب، بعد ما حقق كاس الملك للأبطال الموسم الماضي كانت مفتاح، يعني البطولة هي مفتاح لمنافسة الأهلي على دوري زين هذا الموسم.
تتوقع لو النصر حقق بطولة كأس الملك الموسم هذا تكون هي المفتاح أيضا الموسم القادم؟ ممكن نشوف النصر منافس على دوري زين السنة القادمة. النصر أي بطولة يحققها ستكون يعني داعم معنوي بالذات لعودة أعضاء الشرف اللي هو المحور الرئيسي لعودة أي فريق إلى الأضواء من جديد. النصر لو حصل والتموا أعضاء شرف بالشكل المناسب وقدموا الدعم المالي المطلوب والدعم المعنوي المطلوب ونجحت الإدارة أن تستثمر هذا الدعم بشكل جيد، أعتقد من الممكن أن يعود النصر من جديد إلى منافسة في الدوري. النصر يمتلك الآن مرحليا لاعبين سعوديين جيدين، إذا ما طعموا بأربع لاعبين مميزين من الممكن أن يكون النصر رقم صعب في الدوري المقبل. لكن إذا خسر النصر في المقابل أيضا يعني حسبها من الجهتين، إذا خسر النصر أعتقد أنه سيظل في نفس يعني دوامة الضغوط اللي يعيشها الإدارة اللاعبين الجماهير. طيب أبو فيصل خلنا يعني نتكلم بشكل خاص في بطولة كأس الملك الأبطال. النصر قطع شوط كبير في التأهل إلى المباراة النهائية، أكيد أن الأمور حتى الآن لم تحسم، لكن الواضح فاز في المباراة الأولى في الشوط الأول خلينا نقول 2-0، باقي مباراة الرد. إذا ما تأهل النصر للمباراة النهائية أيا كان الطرف الآخر الهلال أو الأهلي، تشوف أن لا حظوظ النصر في تحقيق البطولة؟ أول شيء هي مباراة نهائي، مباراة كؤوس يعني وضعها يختلف، العوامل الفنية فيها تختلف، كعوامل فنية تحت خلينا نكون واضحين الأهلي أفضل من النصر إذا كان الأهلي هو في النهائي، والهلال أفضل من النصر إذا كان الهلال في النهائي، ولكن ربما إذا كان الهلال هو الطرف الثاني سيكون هناك عامل نفسي وعامل تنافسي أعلى بكثير مما لو كان الأهلي. لذلك سواء كان الأهلي أو الهلال إذا كان النصر هو الطرف الثاني من الممكن أن يحقق البطولة، لأنها بطولة كؤوس لا تخضع يعني العوامل الفنية البحتة بالدرجة الأولى، تدخل فيها عوامل كثير مؤثرة. صحيح. طيب أستاذ منصور خلنا نروح لنادي الهلال، شفت مباراته أمام النادي الأهلي، طبعا طلع حديث عن إقالة المدرب ثم نفت إدارة نادي الهلال عدم الاستقرار أو خلنا نقول التوتر اللي يعيشه مثلا أو تعيشه إدارة نادي الهلال والمستويات اللي قاعد يقدمها الفريق، راح يأثر على الفريق المباراة القادمة في ظل المستوى اللي شفناه في آخر مباراة؟ بكل تأكيد، لكن من الممكن أن يكون تأثير إيجابي أيضا، لأنه اللي فهمنا اليوم أنه كان في اجتماع بين رئيس النادي واللاعبين وأنه طلب منهم أنهم يعني يقدموا مجهود أفضل وأن يمسحوا الصورة الهزيلة. اللاعبين برضو كانوا متجاوبين مع حديث الرئيس بشكل يعني مؤثر، مدرب الفريق جلس مع اللاعبين، هناك يعني عامل نفسي واضح كبير في الهلال موجود قد يعني يؤتي ثمره في المباراة المقبلة. لكن أعتقد أيضا من النواحي الفنية الهلال سيعاني في حال يعني اضطرت إصابة حوساوي أو بقية اللاعبين المصابين سالم الدوسري، يعني في مجموعة من الإصابات من الممكن أن تؤثر على الهلال في المباراة المقبلة. على الطرف الآخر الفريق الأهلاوي، الفريق الأهلاوي شفناه يعني كان متسيد مباراة الهلال، تتوقع أنه كيف ممكن الأهلي يحافظ على انتصاره في مباراة الذهاب على أرض الهلال؟ يعني هذه ممكن تسبب تشتت مثلا لقارولين مدرب الأهلي أنه ممكن يلعب دفاع أو يلعب هجوم، أو كيف هي الخلطة المتوازنة اللي تضمن الوصول للنهائي؟ الخلطة المتوازنة هي اللي تضمن الوصول للنهائي، يلعب على أرضه وبين جماهيره أهدى بكثير من الهلال، وضع أفضل، بالتالي أعتقد أنه متى ما استثمر عامل الأرض والوقت بالشكل السليم ومتى ما كان يعني خط دفاع وخط وسط في قمة حضورهم الفني من فهو أقرب للفوز. طيب أبو فيصل بطلع معك كذا طلع شوي خلينا نقول للدوري الدرجة الأولى، طبعا أنت عارف القرار اللي صدر أندية الدرجة الأولى أنه بيصير دوري محترفين. اليوم كان في اقتراح أن زيادة عدد الأندية من 11 نادي إلى 20 وتقسيمهم على مجموعتين، يعني يكون الدوري مجموعتين، لكن الأندية المشاركة 11 نادي رفضت بحجة الموارد المالية أو الإعانات، راح تقلص إذا ما تم
زيادة عدد الأندية، تشوف أنه في صالح دوري الدرجة الأولى البقاء على 11 النادي ولا إضافة الأندية وزيادة العشرين؟ أنا لو كنت رئيس نادي في الدرجة الأولى أبا أرفض، لأنه ستقل الحصة المالية لي. لكن لو كنت في اتحاد القدم يمكن أروح لزيادة بشكل أكبر، يعني زيادة تعطي فرصة أكبر لعدد مباريات أكثر. صحيح أنه إحنا عندنا مشكلة في الدوري الدرجة الأولى من الناحية الفنية، يعني المستويات اللي تقدم فيه تعتمد، يعني يعتمد على تكنيك وتكتيك مختلف تماما عن دوري الدرجة الدوري الممتاز. لكن أعتقد أنه لو صار 20 ربما، يعني ربما تختلف الأمور، وربما تختلف للأسوأ على فكرة، يعني لأنه سيكون يعني طويل جدا. أعتقد كل هذه الأمور يحلها من هي الشركة الراعية التي ستأتي وكم ستدفع، لأنه لو رفعنا النواحي المالية في دوري الدرجة الأولى كل هذه الأمور يعني ستختلف كثيرا النواحي الفنية. لكن إذا ما كان موارد مالية كافية سيكون الوضع يعني أسوأ فيما لو ارتفعت الجرين حتى من الناحية الفنية، لأنه الأندية ستقلص من مصاريفها، ستقلص من أشياء كثيرة، ستتعاقد مع مدربين بشكل مختلف. بعدين أنا أستغرب يعني حتى اللاعب الأجنبي، يعني إحنا في الممتاز أول شيء ما أحضرنا لاعب أجنبي مميز، ما في موارد مالية، نتحدث عن تقليص موارد مالية، وأيضا في الوقت نفسه نتحدث عن لاعب أجنبي. صحيح. هذا يعطيك انطباع أنه سيتم إحضار لاعبين دون المستوى أو متوسطين، يعني لن يضيفوا قيمة فنية للدوري، لكن سيضيفوا خيار للإدارات كالعادة. سيتم في يعني تعاقدات، الكل سيرى أنه عنده فرصة للاعب أجنبي وسيتعاقد مع لاعب أجنبي لمجرد التعاقد، سندخل في نفس الدوامة اللي يعني عشناها في الدوري الأفضل اللي هو دوري المحترفين مع أندية كثير. طيب يعني يمكن أنا سألتك أبو فيصل عن دوري الدرجة الأولى تحديدا لأن قبل دقيقتين جيب طاري الكابتن خليل الزياني وكأساسي 84 في سنغافورة، يعني يمكن كنا نشوف أن الدماء هذه مثلا وتشكيلة المنتخب لا تعتمد لا على الممتاز ولا على الدرجة الأولى، مطعم من كل مكان. فعشان كذا أنا أشوف أن أهمية الدرجة الأولى من أهمية الممتاز. من ينسى هدف شاي النفيسة، من ينسى يعني جهوده وتواجد الكبير في المنتخب السعودي في 84، يعني لا أحد ممكن أن ينسى. والشعلة السنة المقبلة سيكون في الدوري الممتاز، نتمنى له طبعا التوفيق في مشواره. لكن أيضا يعني في النهاية أعتقد أن حتى يعني المدربين المنتخبات يفضلون اللي في الدوري الممتاز على اعتبار انه يعني اكثر خبره اكثر تدرج، ولكن الموهبه تفرض نفسها. اذا حطيت 20 ونقل تلفزيوني ودعم مالي ودعم مادي وتوفرت الماده، اتوقع انه سيكون هناك يعني فرصه يعني لبروز مواهب كثير. يعطيك العافيه ابو فيصل، شكرا لك ولتواجدك معنا على اذاعه مكسفة. يعطيك العافية. كان معنا الأستاذ منصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الحياة. واحد 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 يعني ثلاثة؟ لا مش ثلاثة، واحد واحد واحد. عرض السيسي شهر انترنت بلا حدود لشرائح البيانات ب111 ريال مع فرصة ربح رحلة إلى ريال مدريد. لمزيد من المعلومات أرسل 2902. لو سمحت ايش تتذكر من اللغة الإنجليزية اللي درسها أيام الدراسة؟ A و B و C و D car cat apple I'm going body. هذه وديني البودي. ها الحين لو تبى تقص شعرك وش تقول للحلاق؟ cut my head. Do you speak English؟ حان الوقت لتعلم اللغة الإنجليزية على أصولها. معاهد وول ستريت توفر لك الوسائل العلمية والعملية بأسهل الطرق وبأوقات تناسب الجميع. زور الموقع wsi-ksa.com. وول ستريت، الإنجليزية على راحتك. لو سمحت أبغى واحد سندويش شاورما دجاج، ولا تنسى تكثر البطاطس وترش شوية مخلل، والدجاج يكون مستوي قطعة قطعة. اللي متعود على جود متعود يكون كله موجود. جود 2، جود 3، جود 4، باقات توفيرية من STC. اشترك واحصل على شهرين مجانا. اتصل على 907. أيتها الكائنات البشرية، نعلن نحن القوات الجرثومية بقيادة أنا أبو راسين المعفن عن احتلال الحمامات والمطابخ والمغاسل والأرضيات في منازلكم. لقد فشلتم بالقضاء علينا، فلا يوجد أي مبيض يستطيع أن يحاربنا.
الجراثيم لا تحاربيهم ببلاش شهر لا محدود من المكالمات والإنترنت والرسائل عند تأسيس خط مفوتر جديد أو ترقية خطك من سواء إلى مفوتر. يعني باختصار كل شيء داخل شبكة STC ببلاش. هذا العرض ساري حتى تاريخ 28/6/2012 لعملاء المفوتر الجدد. تصميم جديد من شماغ البسام يحمل بصمة جديدة جوهرها كل الأناقة. شماغ البسام البصمة 16 أناقة ترافقك. واحد 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 يعني ثلاثة؟ لا وش ثلاثة؟ واحد واحد واحد. عرض سيسي شهر انترنت بلا حدود لشرائح البيانات ب 111 ريال مع فرصة ربح رحلة إلى ريال مدريد. لمزيد من المعلومات أرسل 2902. وش هالصوت؟ مسابقة ميكس أف أم الكبرى. وش هالصوت؟ أتحداك تعرف هالصوت. 1000 ريال كاش إذا عرفت هالصوت. سمعت؟ 1000 ريال كاش يوميا سيتضاعف المبلغ إن لم يعرف الصوت. مسابقة ميكس أف أم الكبرى وش هالصوت برعاية بايسون. كلك حركات. وش هالصوت؟ عيادة الهلال تعج بالمصابين قبل لقاء الأهلي، وما تورانا يكافئ لاعبي النصر براحة يوم. رحب فيكم من جديد في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11. الآن نروح اللعبة جديدة وشيء جديد صراحة ونحتاجه في 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 رياضتنا السعودية. نروح لكرة القدم للصالات. ينضم لي الآن الأستاذ عايض القحطاني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة المملكة للصالات. حياك الله معنا أستاذ عايض. الله يحييك أخوي ثامر، رمسي عليك وعلى جميع المستمعين بخير. سعيدين بتواجدك معنا. الله يسلمك. بطولة المملكة للصالات أستاذ عايض، يمكن هذه البطولة أو النسخة الأولى من هذه البطولة، صح ولا لا؟ نعم هذه النسخة الأولى بالنسبة لبطولة الصالات. أنا ودي صراحة نعطي شوية يعني قبل لا أبدأ في كثير من الأسئلة من الهدف من إنشاء البطولة وغيرها، لكن أنا كان ودي أعرف الفرق اللي وصلت للبطولة. يعني كان في تصفيات قبل تكون النهائيات الآن في البطولة؟ بدري أخوي ثامر، إذا حاب أني أتكلم عن اللعبة كلعبة قبل ما ندخل في البطولة أو أتفضل. لا أتفضل ندخل في البطولة. طيب أدخل يبدأ لي في اللعبة كلعبة، يعني شكلها اللعبة كي. لأن كرة الصالة كمسمى أو كلعبة بالشكل الرسمي تعتبر جديدة على المملكة العربية السعودية، لكن على أرض الواقع هي لعبة موجودة منتشرة سواء في ساحات الشعبية، سواء في الاستراحات، سواء في الملاعب الصغيرة. الملاعب الصغيرة خماسيات وسداسيات هي في الغالب هي صالات، لكن ليس بمسمى الصالات عندنا. اللعبة منتشرة عندنا بشكل كبير، لكن بالشكل الرسمي على صعيد الأندية والدوري أو على صعيد المنتخبات لا يوجد لها عمل ميداني طبيعي على أرض الواقع. اللعبة طبعا من أيام الخمسينات الميلادية كتأسيس، يوجد لها اتحادات في جميع أنحاء أو في جميع أعظم البلدان المتقدمة كرويا كأسبانيا والبرازيل وإيطاليا وفرنسا، دول أوروبا بشكل عام والبرازيل بشكل خاص، وتعتبر البرازيل من أكثر الدول حرصا على كرة الصالات. يعني ولك أن تعرف أن البرازيل على سبيل المثال من عام 1960 الاتحاد البرازيلي اللاعبين الصغار الممارسين لكرة القدم من 5 سنوات حتى 12 سنة لا ينزلون بالملعب العشبي في كرة الصالات. بعد وصولهم من 12 سنة فيه لجنة من الاتحاد البرازيلي تعمل اختبارات اللاعبين وترحل اللاعب حسب نظرة اللجنة إما الـ 11 أو تبقي في أندية ومنتخبات الصالات. طبعا إحنا كعرب اللعبة انتشارها سبقنا كبير حتى على مستوى دول الخليج العربي. اللعبة موجودة في جميع دول الخليج العربي ما عدا ممكن عمان والسعودية. يوجد في دولة قطر الشقيقة دوري ودوري للمحترفين من 7 سنوات. يعني أسمع يعني أفهم من كلامك، معلش مقاطعة أستاذ عايض، أن حتى اللعبة يعني حتى في من ناحية التقييم وهذا أنه ممكن نكون أو نستفيد منها في بعض المواهب
حتى في كرة القدم اللعبة الرسمية عندنا والشعبية الأولى. ما في شك. أضرب مثال بسيط جدا. نادي برشلونة والجميع استمتع بنادي برشلونة وبأداء الفني داخل الملعب. نادي برشلونة عندهم يوم أو يومين في الأسبوع تمرين داخل الصالة، وهذا يثير استغراب الجميع لما تشاهد برشلونة كيف تناقل الكرة وكيف الجمل اللي يعملونها في الملعب وكيف عملية التمايل في أنحاء الملعب، يجد إن فعلا في عمل. لكن أين هذا العمل؟ ترى في العمل الموجود في الصلاة. عندهم تمرين من يوم إلى يومين في الأسبوع في الصلاة، والصلاة لعبة جمل بما تعني الكلمة معنا، ولعبة مهارات تكتيكية، لعبة تكتيكية ومهارات إبداع. يعني لما تشاهد على سبيل المثال المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي والمنتخب الروسي والمنتخب الإيطالي، تجد جمل وتجد مهارات اللي هي لما مثل ما يسمونها اللي هي المثلثات والمربعات داخل الملعب، حتى المساحات الضيقة. نعم، واستعراض حتى المهارات. يعني رونالدينيو روبينهو في اليوتيوب، ما يحتاج الواحد في اليوتيوب، لو تدخل على روبينهو وروبينهو في الصلاة تجد عمر رونالدينيو 7 سنوات 8 سنوات، مهارة غير طبيعية. صحيح. وهم طالعين من كرة قدم الصلاة، وهم برازيليين. شوف المهارة كيف وصلتهم للعشبي، وإلى الآن هم يلعبون، إلى الآن لا زالوا يمارسون اللعبة في كرة قدم. أكيد، ومن أفضل نجوم العالم. إحنا في السعودية طبعا لما شكلت اللجنة من أكثر من 5 سنوات في تأسيس اللعبة، والفترة الأخيرة في التشكيل الأخير طبعا رأس اللجنة الأستاذ أحمد الخميس، وعمل نقلة كبيرة جدا للجنة، وعمل نقلة كبيرة جدا للعبة. طبعا في البداية عقد في اللجنة مع المدرب المنتخب السعودي الحالي الكابتن محمد علي، مدرب مصري. طبعا هو أسس اللعبة في دولة مصر من عام 98 ميلادي. هذا هو مدرب المنتخب السعودي الأول للصالات. نعم، للصالات، من مؤسس لكرة الصالات في دولة مصر. وأخذ طبعا كأس العرب مرتين وكأس أفريقيا مرتين بالمنتخب المصري، وحصل على المركز التاسع في كأس العالم، صنف من أفضل 20 مدرب في العالم، محاضر في الاتحاد الأفريقي، رجل صاحب خبرة كبيرة جدا في كرة الصالات. قدم للسعودية. طبعا أنت تعرف السعودية ما عندنا أندية لعبة موجودة فيها كرة قدم الصالات. طبعا قررت اللجنة لعمل مراكز تجمعية، لأن كان عندنا بطولة آسيا لابد نشارك فيها كبداية وانطلاق على اللعبة. أنا توي بسألك، إذا كانت بالنسبة للمنتخب دام فيه موجود مدرب المنتخب الأول للصالات، وفي منتخب، متى أقرب مشاركة ممكن تكون للمنتخب السعودي؟ أو المنتخب السعودي للصالات شارك مشاركة خجولة عام 89 في كأس العالم. طبعا كانت بداية كأس العالم، فكان عملية اختيار وليس تصفيات، وشارك مشاركة خجولة، وبعد 89 مشاركة، وبعدين انتهت اللعبة تماما لحد ما تأسست اللعبة واشتغلت عليها على المنهج الآن الجديد، والطريقة الجديدة إن شاء الله أنها تنجح، والاستراتيجية الجديدة اللي عاملين فيها لجنة ألعاب كرة القدم. طبعا هذه المشاركة حلت بعدها المشاركة الثانية اللي هي قبل في شهر 12 هجري في دولة الكويت، كانت تصفيات غرب آسيا مؤهلة نهاية كأس آسيا. طبعا شاركنا فيها طبعا بعمليات نقاط تجمعية في الرياض وفي جدة في الدمام، اختبارات اللاعبين، لاعبين حواري قد يدخل لهم بعض اللعيبة الأندية، أندية الدرجة الثانية والدرجة الأولى. طيب السؤال الآن أستاذ عايض، يعني ما شاء الله عليك، يعني أعطيتنا فكرة عن المنتخب وعن اللعبة وعن الهدف حتى من إنشاء هذه البطولة. بالنسبة للأهم بالنسبة لنا الآن، بما أنها النسخة الأولى من البطولة، هل من الممكن أن نشاهد هذه البطولة تتحول لدوري محترفين مثل الدول المجاورة؟ ممتاز. هذه استراتيجية اللجنة في الهدف من إنشاء الأول، الهدف من إنشاء البطولة وعمل على البطولة كان هدفين رئيسيين. الهدف الأول إيجاد لاعبي للمنتخب السعودي من خلال البطولة، والهدف الثاني نشر اللعبة في المملكة العربية السعودية. لأن ما عندنا دوري، فلابد أنك تبدأ في بطولة تصفيات. طبعا كانت التصفية الأولى في مدينة الدمام وانتهت، والتصفية الثانية كانت في مدينة جدة وانتهت، والآن إحنا في التصفية الثالثة مدينة الرياض. يتأهل الأول والثاني من 3 مناطق مع أفضل 2 توالف في نهائيات المملكة اللي راح تكون في شهر رمضان المبارك تحت رعاية الأمير نواف بن فيصل. يعطيك العافية والله أستاذ عادل، بصراحة يعني أنت ما شاء الله كفيت ووفيت وعطيتني نظرة كاملة وحمستني لهالبطولة هذه. يعني يمكن الوقت ما أسعفنا اليوم، إحنا ودنا نسهب معك بشكل أكبر، لكن إن شاء الله بتكون لك معنا مداخلات كثيرة، ناخذ وش تفاصيل أكثر مع سير البطولة يعني مع الأيام الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لتواجدك معنا أستاذ عايض. شكرا لك. شكرا للأستاذ عايض القحطاني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة المملكة للصالات. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11. إن شاء الله بكرة، بكرة خميس ها، ما في برنامج الجولة مكس، إن شاء الله يوم الجمعة مع برنامج غرفة 11 إن شاء الله الساعة 10 مع تغطية ومباراة الأهلي والهلال في جدة لمعرفة المتأهل للمباراة النهائية لكأس الملك للأبطال.